يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمام مسجد لا يصلي صلاة الفجر إلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة، فما حكم صلاته تلك علما لأنه يبرر فعله بقوله لكي يصلي الناس صلاة الضحى؟ هذا لا يجوز أن يجعل إماما، إن كان في المملكة يجب أن يرفع إلى شؤون المساجد لعزله وإقامة إمام يصلي بالناس مع المسلمين ولا يفارق صلاة المسلمين، هذا من الشذوذ، يجب عزله والمبادرة بعزله. نعم.